هذا الشهيد اليوم اللي احنا بصدد تشييعه الان اللي ادعى قيادة العمليات ومدير شرطة كربلاء ومحافظ كربلاء بانه مصطفى فارس قتل في جريمة جنائية، كذب وافتراء. قتلوا استهدفوا قوات مكافحة الارهاب واسوات، قتلوا البارحة بالليل بالعشرة وثلاث من فتح رمي كثيف وشردوا الشباب كلهم. مصطفى فارس رفع علم عراقي لا اكثر، علم عراقي طالب بالوطن لا اكثر، يرمى بهذه الطريقة البشعة، يقتل من قوات الإرهاب وقوات تسوات بكربلاء، يرمى بطلقة بعينه وطلقة أخرى بصدره. وهذا التشريح الطب الشرعي بالأخير يطلع تصريح يقول إنه مصطفى فارس قتل، يقول ماك شهداء، وهذا من وين كان يوقف؟ هذا رد عليه من كان مو نحمل المسؤولية كاملة، نحمل رئيس الوزراء مسؤولية كاملة على إعطاء الضوء الأخضر لفض الاعتصامات بالقوة، وكذلك وزير الداخلية والقيادات الموجودة في وزارة الداخلية. ده حق دستوري لكل عراقي أن يتظاهر بطريقة سلمية. ما هو السلاح الذي يمتلكه مصطفى فارس غير العلم العراقي يطالب بوطن لا أكثر لا أكثر لا أكثر؟ من الذي قتله؟ أيدي عراقية؟ أجزم عراقي اللي قتله، اللي قتله أيدي أجنبية بلباس قوات أمنية عراقية. أقسم ولا بالإمام الحسين، البعض من هذول قوات مكافحة الشغب أو الإرهاب، البعض منهم لا يفعل الكليتا والحيتا لنا وشعر لنا، ما عندنا منتسب في الداخلية ولا قوات مكافحة الإرهاب بهذا الزي وبهذا اللبس. إذن هذول أجانب، قوات استعانت بهم رئاسة الوزراء والقوات الداخلية لفض هذه الاعتصامات الشريفة، هذه الاعتصامات السلمية بالقوة. نحمل المسؤولية مرة أخرى رئيس الوزراء شخصيا، وزير الداخلية، وقادة الأمنية بما فيهم محافظ كربلاء ومدير عمليات كربلاء، ليصرحون البارحة واليوم يقولون مصطفى فارس قتل بقضية جناية. كذابين 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 إلى يوم يبعثون. أحسن.